شو يقول شوقي؟ يقول النصح ثقيل، النصيحة ثقيل على النفس. ليش؟ قال شوقي النصح ثقيل، فلا تجعله جدلا ولا ترسله جبلا. ما تكونش مدب، أو يعني كما يقول إخواننا المصريين دفش. ليش ثقيل النصح؟ النصح ثقيل لأنه يخرجك أنت غلطان وأنا الصح، أنت متلقي وأنا الموجه، والإنسان ما يحب يطلع غلطان. النصح ثقيل فلا تجعله جدلا، لأن الجدل فيه مغالبة والإنسان لا يريد أن يكون مغلوبا مهزوما. ولا تلقيه جبلا، لا تكون يعني لا. وكما يقول في حكمته الأخرى آسي ثم انصح، يعني واسي الإنسان. إنسان انصدم في سيارة، واسي يا ولدي غلط السرعة، بعدين يعني انصحه، ما تشد عليه وتنصح لا. يعني كالمريض الذي يأتي إلى الطبيب وقد غلط فضر نفسه، مواساة ثم نصيحة. من حكمه أيضا يقول قيد الحديد عسر وقيد الحرير لا ينكسر، لعن الله القيد كله. شوف شوف الكلام عن الحرية شلون جميل. ويقول السجون إذا امتلأت انفجرت. ويقول شوقي أيضا رب قارض للأعراض، واحد قاعد خاصة النسوان، يعني قرض في أعراض الناس، رب قارض للأعراض وعرضه بين شفتي المقراض. ويقول شوقي إذا بالغ الناس استعاروا للهر شوارب النمر. الناس تكبر الأمور، علينا أن نتريث وأن نسمع. ويقول يا سلام، اسمع اسمع التمييز. ويقول يقولوا لي باقي دقيقتين، طيب إذا باقي دقيقتين خلنا نختار، يعني ماذا نختار لشوقي؟ يقول رب استحياء تحته رياء. يجب أن تميز بين الناس ويكون عندك حس في التعامل معهم، هذا استحياء لمصلحة فيه رياء أم استحياء ينبع عن طبع جميل. ويقول شوقي من أحب المال تعب بجمعه، من أحب المال تعب بجمعه، ومن أحبه المال تعب في تبديده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يحبهم المال حتى نبدده في الخير. ويا مناس بددوا أموال وملايين في الشر.